أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير الخلق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. الكلام في قاعدتي لا تعاد، ونحن في مطلب ما المراد بالسجود. فقلنا في الدرس السابق أن السجود لغة وعرفا بالغ الخضوع والتذلل بوضع الجبهة على الأرض، إلا أنه شرعا هو هيئة مركبة خاصة، ومنه ما يكون في الصلاة ومنه ما يكون في غيرها، كسجدة القضاء وسجدتا السهو وسجدة التلاوة وسجدة الشكر. والذي يكون في الصلاة مكون من 5 أجزاء: أولها وضع المساجد 7 على الأرض، وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان من الرجلين، على أن تكون جميعا في محلها إلى تمام الذكر، وعلى أن يكون مسجد الجبهة أي موضعها على الأرض طاهرة، وعلى أن لا يتفاوت موضعها عن موقف المصلي علوا أو انخفاضا بأزيد من 4 أصابع مضمومات، لقول الصادق عليه السلام المروي في الكافي: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس. واللبنة بمقدار 4 أصابع، كما نسبه صاحب الحدائق إلى الأصحاب، وأيده بأن اللبن الموجود الآن في أبنية بني العباس لعنهم الله في سر من رأى بهذا المقدار تقريبا. زين، نكمل أيضا هذا الجزء الأول ببيان بعض الشرائط التي لها دخالة في تحقق السجود الشرعي الذي يكون في الصلاة. وعلى أن يكون موضع سجود الجبهة مما يصح السجود عليه شرعا من الأرض أو ما أنبتته من غير المأكول والملبوس. وعلى أن يكون موضع سجود الجبهة مما يصح السجود عليه شرعا من الأرض أو ما أنبتته من غير المأكول أو الملبوس. وهذه مسألة معروفة وتميز بها أهل الحق أي الشيعة الإمامية عن غيرهم، بأنهم لا يجوزون السجود على الفرش والثياب والزال وما أشبه، لأن ذلك يكون مصنوعا مما يؤكل أو يلبس، وإنما يجوز عندنا فقط السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض، بشرط أن لا يكون هذا النابت من المأكول أو الملبوس. طيب، دليلنا على ذلك لصحيح هشام بن الحكم
عن أبي عبد الله عليه السلام أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. هشام بن الحكم يسأل الإمام أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه، أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. قال عليه السلام: السجود لا يجوز إلا على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل أو لبس. فقال له: جعلت فداك، ما العلة في ذلك؟ هشام بن الحكم يسأل الإمام أنه ما هو السبب؟ العلة ما هي أنه لا تجوزون الصلاة إلا على الأرض، أو ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل أو لبس؟ جعلت فداك، ما العلة في ذلك؟ قال عليه السلام: لأن السجود خضوع لله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن السجود خضوع لله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون. والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا، الذين اغتروا بغرورها، هذه هي العلة كما بينها إمامنا الصادق صلوات الله عليه. وكما علمتم أن السجود حقيقته هو ماذا؟ بالغ الخضوع والتذلل بوضع الجبهة على الأرض. هذا الخضوع لمن؟ لله تبارك وتعالى. فالسجود ينبغي أن يكون على التراب، أو ما ينبت من عفوا على الأرض، أو ما ينبت من الأرض من غير المأكول والملبوس. لماذا؟ لأن أبناء الدنيا، أهل الدنيا، تشبثوا بالمأكولات والملبوسات، هذا معبودهم. المأكول والملبوس بالنسبة إلى أبناء الدنيا شنو؟ معبود. يعني تجد هذا غير المؤمن إنما يعمل ويكافح ويتعب ويشقى من أجل أنه يلبس
أفضل اللباس، من أجل أن يأكل أفضل الأكل. فكأنه يعني حياته إنما هي يعني سارية لهذا الأمر فقط، يعتبر أنه هاي رسالته في الحياة، هاي مهمته في الحياة. فلا ينبغي للذي يعبد الله عز وجل أن يسجد على معبود لأبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها. يعني المعنى أنه يجب أن تسجد على ما يذكرك بالله عز وجل، تخضع لله فتسجد على مطلق الأرض التي خلقها الله تبارك وتعالى، لا على ما يعتبره الآخرون معبودهم والعياذ بالله. طيب، هذا هو الجزء الأول من هيئة السجود الشرعية التي تكون في الصلاة. الجزء الثاني من هذا المركب، من هذه الهيئة، الذكر الواجب، وهو قول سبحان الله ثلاثاً أو مرة واحدة في صورة الاضطرار أو ضيق الوقت، كما قلنا بالنسبة إلى الركوع، إلى الذكر الواجب في الركوع. الذكر الواجب في السجود هو قول سبحان الله ثلاثا أو مرة واحدة في صورة الاضطرار أو ضيق الوقت، أو قولي سبحان ربي الأعلى وبحمده مرة واحدة، والزيادة مستحبة. كما قلنا بالنسبة إلى الركوع. هذا المركب الثاني، الجزء الثاني. الجزء الثالث، الطمأنينة حال الذكر، الجزء الرابع، رفع الرأس من السجود إلى أن يستوي جالسا، هو سجد، قال الذكر الواجب، طمأنينة يجب أن تكون حالة الذكر، ثم رفع الرأس من السجود إلى أن يستوي جالسا. الخامس، الجلوس بعد ذلك مطمئنا، أيضا جلسة يجب أن يكون فيها اطمئنان، يجلس هاي الجلسة، هسه سواء هاي الجلسة التي تكون بين السجدتين أو الجلسة التي تسبق القيام التي تسمى بجلسة الاستراحة. الجلوس بعد ذلك مطمئنا، ثم تكرار ما سبق لأداء الجلسة، لأداء السجدة الثانية أو القيام بعدها. يعني بعد السجدة الثانية. طيب، فارزة، والجلسة التي تسبق القيام هي جلسة الاستراحة. طيب، حكم جلسة الاستراحة ما هو؟ وقد ذهب المشهور إلى استحبابها. هذا قول المشهور، أنه جلسة الاستراحة كل الشيء اسمه أعيد؟ الجلوس بعده مطمئنا؟ الجلوس بعد ذلك مطمئنا، بعد ثم تكرار ما سبق
تكرار هذه الأمور كلها لأداء السجدة الثانية أو القيام بعدها، أو القيام بعد السجدة الثانية فارزة، والجلسة التي تسبق القيام هي جلسة الاستراحة. والمشهور ذهب أو وقد ذهب المشهور إلى استحبابها. وبعض إلى وجوبها، وبعض كالسيد المرجع إلى وجوبها على الأحوط، على الأحوط وجوبا. اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة، هي لا شك مشروعة وتميزنا أيضا عن المخالفين هذه الجلسة، ولكن اختلفوا في حكمها. المشهور قالوا هي مستحبة، البعض قالوا إنها واجبة، البعض كالسيد المرجع قالوا واجبة على الاحتياط الوجوبي، على الأحوط وجوبا. طيب، ودلت عليها روايات، منها دلت على هذه الجلسة، دلت عليها روايات منها رواية الأصبغ بن نباتة أو نباته، أحد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام المعروفين، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم. إذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حينما كان يصلي يسجد، إذا انتهى من السجود قعد حتى يطمئن، اطمئنان يكون في حالة الجلسة هذه، في حالة القعود، ثم يقوم، لا يقوم فورا. فقيل له: يا أمير المؤمنين، كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود قيل له يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم، كما تنهض الإبل، نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس. إن هذا من توقير الصلاة، إن هذا يعني المقصود به الجلسة الاستراحة هذه، الجلوس مطمئنا ثم القيام، مو فورا تقوم كما
تقوم الدابة كأبي بكر وعمر كما يقوم الإبل؟ مو هكذا. ها الإبل، الإبل الجمال يعني الجمال. إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس، إن هذا من توقير الصلاة. الإنسان يجب أن يكون في صلاته في خشوع، يوقر الصلاة التي هي عمود الدين. طيب، والأربعة الأخيرة من هذه الخمسة، نعني بالأربعة الأخيرة ما هي؟ الذكر الواجب والطمأنينة حال الذكر ورفع الرأس من السجود إلى أن يستوي جالسا يرحمكم الله، والجلوس بعد ذلك مطمئنا. لاحظتم هذه الأربعة الأخيرة غير وضع المساجد السبعة، هذه الأربعة، الأربعة الأخيرة من هذه الخمسة أجزاء غير ركنية. والأربعة الأخيرة من هذه الخمسة أجزاء غير ركنية. بعد علمتم معنى الأجزاء غير الركنية، أنه إذا ما وقع فيها خلل عن سهو أو نسيان فلا تبطل الصلاة، لا يبطل السجود. ها هنا لا يبطل السجود كما قلنا بالنسبة إلى الركوع، ولكن هنا تبقى مسألة تختلف عن الركوع شيئا ما، وهو بالنسبة إلى الجزء الأول، هل الجزء الأول بكامل أجزائه، يعني الجزء الأول أيضا يتكون من أجزاء، وضع المساجد السبعة مثلا، لاحظتم سبعة مساجد مو فقط مسجد واحد، وثم فيه شرائط، أن يكون السجود على ما يصح السجود عليه، أن يكون طاهرا إلى ما هنالك، الطمأنينة إلى آخره، أنه عدم تحريك المساجد، نعم عدم تحريك، يعني تحريك المساجد السبع، يعني تكون ساكنة إلى تمام الذكر إلى ما هنالك. هذه الشرائط أيضا كلها ركنية أم لا؟ واحد منها فقط ركني، نقول واحد منها فقط ركني، وهو ماذا؟ أحسنتم، سجود الجبهة، يعني وضع الجبهة على الأرض. ما هو الدليل على ذلك؟ يأتي، والأربعة الأخيرة من هذه الخمسة أجزاء غير ركنية، وأما الجزء الأول فليس الركن فيه إلا وضع الجبهة على الأرض، هذا هو الركن فيه في الجزء الأول. لأنه هو المحقق للسجود، كما قلنا لغة وعرفا السجود ما هو؟ بالغ الخضوع والتذلل بماذا؟ وضع الجبهة على الأرض، فهذا هو المحقق للسجود، هذا هو المقوم لحقيقة السجود، ما عداه يكون ماذا؟ أجزاء، شرائط أضافها الشارع لكي يتشكل هذا المركب الذي يسمى سجود شرعي في الصلاة. لاحظتم؟ وأما الجزء الأول فليس الركن فيه إلا وضع الجبهة على الأرض، لأنه هو المحقق للسجود، وأما ما سواه من الأجزاء والشرائط كوضع المساجد الستة، لأنه أنقصنا واحدا وهو مسجد الجبهة فتبقت المساجد الستة، الكفان الركبتان إبهاما القدمان، إبهاما القدمين، كوضع المساجد الستة وطهارة مسجد الجبهة وعدم تفاوته عن مستوى موقف المصلي
علوا أو انخفاضا بأزيد من 4 أصابع كما بينا، وكون مسجد الجبهة مما يصح السجود عليه. هذه كلها الأجزاء والشرائط التي كتبتموها فكلها خارجة عن حقيقة السجود، فكلها خارجة عن حقيقة السجود الذي هو كالركوع. وضع خاص لجسم الإنسان، وعليه فلو نسى الذكر الواجب في السجود مثلا، تصح صلاته أم لا تصح؟ تصح صلاته، صحت صلاته. فلو نسى الذكر الواجب في السجود مثلا صحت صلاته، ولكن بأي شرط؟ إن فات محل التدارك، كما قلنا بالنسبة إلى الركوع، إن فات محل التدارك. طيب شيخنا، محل التدارك بالنسبة إلى السجود ما هو؟ عرفنا الركوع ماذا؟ الانتصاب. السجود ماذا؟ هل هو الاستواء جالسا؟ دقق، هنا مسألة نكتة جدا مهمة. هل هو الاستواء جالسا يعني إلى أن يجلس عند مجال بعدين يكرر يتدارك كما هو الحال بالنسبة إلى الركوع؟ لأن يعني الركوع إذا الإنسان راكع قام من الركوع إلى الآن ما استوى ما انتصب، لاحظتم؟ له أن يركع مرة أخرى ويتدارك، له أن يركع ويتدارك ويأتي بالذكر الواجب، ما رفع رأسه. قلنا فوات محل التدارك بالنسبة إلى الركوع ما هو؟ الانتصاب. طيب بالنسبة إلى السجود الوضع نفس الشيء؟ لا، فوات محل التدارك يكون بماذا؟ رفع الجبهة من الأرض. لماذا؟ لأن قلنا المحقق للسجود ما هو؟ وضع الجبهة على أرض. فإذا كل ما تضع جبهتك على الأرض هو ماذا؟ تحتسب سجدة. فإذا أنت قمت وأردت أن تتدارك لأنه لم تذكر الذكر الواجب في السجود، فإذا وضعت جبهتك مرة أخرى كانت ذلك زيادة عمدية وهي مخلة في الصلاة، مبطلة للصلاة، لأنه يعني تحتسب سجدة إضافية. أما بالنسبة إلى الركوع لا يحتسب هكذا. لماذا؟ لأنه ما زال الإنسان في حال الركوع، ما زال الإنسان في حال الركوع، لاحظتم؟ هاي نكتة جدا مهمة، وللعلم يعني تنبني عليها مسائل وأحكام. أنه مثلا بعض الناس خصوصا في الخليج هذا يسجد على التربة، فهو شايل عقالة مخلي فقط الغترة، فبس يسجد يشوف أنه سجد على الغترة نفسها، يعني الغترة جاءت حائلا بين جبهته مثلا وبين التربة، بينها وبين الأرض. فالبعض شو يسوون؟ يرفع راسه ويشيل الغترة ويسجد على أساس يصح السجود، وهذا إشكال في الصلاة يصبح، لأنه صارت سجدتان وإن كانت السجدة الأولى على ما لا يصح السجود عليه. إذن قد يقول قائل شيخنا كيف الحل ها هنا؟ الحكم ما هو؟ الحل أنه وهو ساجد يجر الغترة، ما يرفع رأسه بقدر المستطاع. نعم، إيه القضية عرفية، يجر الغترة بأي نحو ما حتى يتمكن من أن يسجد على التربة، أن يسجد على ما يصح السجود عليه. لأنه يعني هذا مجرد، شوف، مجرد ما تلاصق جبهتك الأرض هاي تحتسب سجدة بعد، خلاص، لأن هاي هو المقوم لحقيقة السجود، لاحظتم؟ طيب، وعليه فلو نسى الذكر الواجب في السجود مثلا صحت صلاته إن فات محل التدارك وهو رفع الجبهة عن الأرض.
مو الاستواء جالسا، وهو رفع الجبهة عن الأرض. وكذا لو نسى وضع أحد المساجد غير الجبهة، سجد لكن لم يضع طرفي الإبهامين، إبهامي الرجلين على الأرض، نسى ذلك، سهى عن ذلك، صلاته صحيحة أم لا؟ صلاته صحيحة. وعليه فلو نسى الذكر عفوا وكذا لو نسى وضع أحد المساجد غير الجبهة أو صلى على ما لا تصح الصلاة عليه سهوا، معمدا طبعا وإلا مبطل. كل كلامنا في قاعدة، كل كلامنا في قاعدة لا تعاد، إنما هو من باب السهو والنسيان والغفلة والجهل القصوري والخلاف التقصيري كما تقدم. كل كلامنا في هذا، مو كلامنا في العمديات. وكذا لو نسى وضع أحد المساجد غير الجبهة أو صلى على ما لا تصح الصلاة عليه سهوا، فالحكم هو نفسه وهو صحة الصلاة. طيب لماذا؟ ذلك لما مر معنا أن الحكم في مستثنيات حديث لا تعاد، أن الحكم في مستثنيات حديث لا تعاد إنما هو على نفس العناوين المذكورة، يعني الطهور، الوقت، القبلة، الركوع، السجود، نفس العناوين، فلا يشمل ما هو خارج عنها من الأجزاء والشرائط. بعد الشرائط والأجزاء المضافة لتلك العناوين، فالحكم في المستثنيات لا يشملها، وإنما يشمل ماذا؟ نفس العناوين، نفس عنوان السجود. ما هو حقيقة السجود؟ ما هي؟ وضع الجبهة على الأرض. خلص، بعد المساجد الستة الباقية، أنه الأرض يجب أن تكون طاهرة، الأرض يجب أن تكون أرضا غير المأكول، غير الملبوس، وما إلى ذلك، هذه أجزاء وشرائط خارجة عن حقيقة السجود، هذه أجزاء وشرائط أضافها الشرع. صار واضح؟ فإذا علمنا أو استوعبنا هذا المبنى، علمنا بأنه إذا ما أخل من باب السهو والنسيان بإحدى أجزاء السجود كلا، كالذكر الواجب، الذكر الواجب، فصلاته صحيحة إن فات محل التدارك. وكذا لو أخل بإحدى أجزاء الجزء الأول، يعني الأجزاء التفصيلية من السجود، من وضع المساجد السبعة وما أشبه، باستثناء وضع الجبهة على الأرض، فإذا أخل بهذه أيضا من باب السهو والنسيان وفاته محل التدارك، فماذا؟ صلاته صحيحة. طيب، هذا ويخرج عن الحكم ببطلان صلاة من لم يؤدي السجدتين. هذا ويخرج عن الحكم ببطلان صلاة من لم يؤدي السجدتين فيما لو أتى بهما ق
قبل فوات محل التدارك. فيما لو أتى بهما قبل فوات محل التدارك. طيب ما هو محل التدارك؟ لا شنو هالحكي، دققوا. من لم يؤدي السجدتين مؤدى وأخل بهم بشرط من شرائطها أو أجزائها. أحسنتم، الركن الآخر وهو ماذا؟ الركوع. إلى ها هنا التدارك ممكن إذا لم تؤدي السجدتين أصلا، يعني نسيت السجدتين مثلا، لاحظتم ما أديت السجدتين، فالمفروض بمقتضى قاعدة لا تعاد بدوا، أولا هو ماذا؟ بطلان الصلاة، لأنه لا تعاد الصلاة إلا من خمسة السجود. ولكن يخرج عن هذا الحكم بالبطلان ماذا؟ لو أنه تدارك قبل الدخول في الركن التالي الذي هو الركوع، لو تدارك وأتى بالسجدتين فها هنا يخرج عن الحكم بالبطلان لأنه لم يفت محل التدارك. صار واضح؟ فإذا أكو عندنا محل تدارك لأجزاء وشرائط السجود، وعندنا محل تدارك لكل السجود. صار واضح؟ هذا ويخرج عن الحكم ببطلان صلاة من لم يؤدي السجدتين فيما لو أتى بهما قبل فوات محل التدارك. شوفوا نفس الركوع، الركوع بالنسبة إلى أجزائه، أجزاء الركوع كالذكر الواجب مثلا، محل التدارك يفوت أين؟ بالانتصاب، بعد انتصب بعد خلص، ليس له أن يركع مرة أخرى ويأتي بالذكر الواجب من باب أنه نسيه. لكن إذا لم يأتي بالركعة أصلا، نسي الركعة وهوى إلى السجود قبل أن يسجد تذكر، فما زال محل التدارك ماذا؟ باقيا. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالركوع أصلا. محل التدارك متى يكون؟ بالدخول في الركن التالي، وهو على المشهور شنو؟ السجدة الثانية، مو السجدة الأولى، عند السيد المرجع الاحتياط الوجوبي على السجدة الأولى. صار واضح؟ هذا ويخرج عن الحكم ببطلان صلاة من لم يؤدي السجدتين فيما لو أتى بهما قبل فوات محل التدارك، أي قبل دخوله في الركن الذي يليه وهو الركوع. فلو تذكر قبل الركوع صح أن يعود فيهوي إلى السجود وقد مضت صلاته، ولكن ماذا عليه؟ أحسنتم، وعليه سجدتا سهو. لماذا؟ للقيام الزائد، لأنه قام قياما زائدا في الصلاة وما كان ينبغي له أن يقوم. فلو تذكر قبل الركوع صح أن يعود فيهوي إلى السجود وقد مضت صلاته وعليه سجدتا سهو للقيام الزائد. طيب قد يقول قائل ها هنا شيخنا، هذه الصورة إنما تكون في الركعة الأولى والركعة الثالثة، أما في الركعة الثانية فبعد السجدتان بعد السجدتين هنالك تشهد، التشهد الأول صحيح في الركعة الثانية،
فهل أنه إذا لم يؤدي السجدتين ودخل في التشهد الأول، هل ما زال محل التدارك باقيا؟ أم أنه قد دخل في جزء آخر من أجزاء الصلاة وليس له أن يعود ويتدارك السجدتين؟ الجواب ما زال محل التدارك ماذا؟ باقيا، لأن التشهد الأول ليس بركن. صار واضح؟ الركن هو ماذا؟ الركوع. ما عندنا من الأركان التشهد. نقول: وإن كان ذلك بعد التشهد الأول، يعني تذكر أنه لم يسجد السجدتين بعد التشهد الأول، عاد وسجد وتشهد، أيضا يعود يسجد، وثم بعد السجود ماذا؟ يتشهد مرة أخرى، ثم عليه ماذا؟ سجدتا سهوين أيضا. لماذا؟ للتشهد الزائد، لأنه سجدتا السهو لكل زيادة ونقيصة في الصلاة، كل زيادة ونقيصة في الصلاة فيها سجدتا سهو. وإن كان ذلك بعد التشهد الأول، عاد وسجد وتشهد ثم عليه سجدتا سهو أيضا بعد فراغه من الصلاة. طيب، هنا أيضا تأتي مسألة أنه شيخنا، طيب هذا عرفنا الحكم في الركعة الأولى والثالثة وأيضا في الركعة الثانية، ولكن ما هو الحكم فيما لو كان في الركعة الرابعة؟ يعني دخل في التشهد لم يؤدي السجدتين، فهذا واضح أن الحكم ها هنا يكون كالحكم في الركعة الثانية، لأن التشهد ليس بركنين. ولكن ماذا لو دخل في السلام وانقضى السلام، خلص يعني قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. طبعا للعلم هنا أيضا مسألة أنه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما في الروايات هذا ختام الصلاة، يعني فيه انصراف عن الصلاة، مو فقط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني يمكن أن نعتبر الأمر هكذا، أنه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه صارفة للإنسان عن الصلاة، وكذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صار واضح؟ طيب، فكلامنا بغض النظر عن هذا المبحث أنه إذا ما دخل في السلام أو انتهى من السلام، فهنا هل يحكم ببطلان صلاته باعتبار أنه خلص انقضت الصلاة وليس بإمكانه التدارك، أم لا، ما زال محل التدارك باقيا؟ فيه تفصيل. وكذلك إن كان بعد التشهد الأخير وقبل السلام، وكذلك يعني شنو؟ يعني الحكم يكون كحكم ما لو تذكر أنه لم يأتي بالسجدتين في الركعة الثانية وقد دخل في التشهد، الحكم نفس الشيء، يعيد يتدارك. وكذلك وإن كان بعد التشهد الأخير وقبل السلام، أما إن كان بعد السلام أما إن كان بعد السلام فإن فعل مبطلا للصلاة، فإن فعل مبطلا للصلاة، مبطل للصلاة مثل ماذا؟ كاستدبار القبلة مثلا، استدبار القبلة مبطل للصلاة، يعني من الأمور التي تبطل الصلاة أثناءها، أثناء الصلاة شنو الأمور التي تبطل الصلاة؟ استدبار القبلة مثلا.
خروج الريح مثلا، لاحظتم؟ القهقهة، لاحظتم أمثال هذه الأمور. أما إن كان بعد السلام فإن فعل مبطلا للصلاة كاستدبار القبلة مثلا بطلت صلاته وعليه الإعادة، لأنه أخل بالصلاة يعني أبطل صلاته خلاص. طيب وإن لم يفعل يعني ما فعل مبطلا للصلاة، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تذكر أخ أنا ما سجدت السجدتين من الركعة الأخيرة، فأقدر أسجد مرة أخرى أم لا؟ الجواب نعم، يسجد، يتدارك، يتشهد، يسلم مرة أخرى، يسجد سجدتي سهو، لأنه ما فعل مبطلا، ما زال أمام القبلة، ما تغير شيء، ما نقض وضوءه، ما استدبر القبلة وما إلى ذلك. طيب سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقام، تحرك كم خطوة، لاحظتم؟ ولكن ما استدبر القبلة ولا راح إلى حد اليمين واليسار، خلي فكرك دائما على الخمسة أركان في حديث لا تعاد التي تبطل الصلاة، صار واضح؟ فها هنا شنو؟ نفس الحكم، يعود إلى مكانه ويقضي السجدتين وثم يعيد التشهد والسلام وسجدتا سهو للتشهد والسلام الزائدين، صار واضح؟ وإن لم يفعل تدارك السجدتين، يعني وإن لم يفعل مبطل من مبطلات الصلاة، وإن لم يفعل تدارك السجدتين وأعاد التشهد والسلام ثم سجد سجدتي السهو. زين، طيب كل هذا فيما لو كان المنسي سجدتان اثنتان، ماذا لو كان المنسي سجدة واحدة؟ فهل الحكم هو ذاته أم الحكم مغاير؟ نقول وكذا يخرج عن الحكم بالبطلان، يعني ببطلان الصلاة، وكذا يخرج عن الحكم بالبطلان، ما لو كان المنسي سجدة واحدة، السجدة الواحدة إذا نسيت فلا تبطل الصلاة. طيب هنا لاحظوا الفرق في الحكم، فيما لو فات محل التدارك ولم يأتي بسجدتين، يعني ركع مثلا صحيح ولم يأتي بالسجدتين، فله أن يستمر بصلاته؟ لا، لأنه خلص فات محل التدارك ولم يأتي بركع، وإذا أتى بالركوع وأراد مرة أخرى أن يسجد ثم عليه أن يركع مرة أخرى فلا يخلو الأمر، إما أن ينقص ركنا إما أن يزيد ركنا، وكلاهما مبطل للصلاة. ولكن لو أنه ركع فات محل التدارك وتذكر أنه لم يأتي إلا بسجدة واحدة لا بسجدتين، فصلاته صحيحة أم لا؟ شو تقول؟ صحيحة، أحسنتم، الصلاة تكون صحيحة. لماذا؟ دليل خاص، دليل خاص عندنا أنه لو كان المنسي سجدة واحدة فله أن يقضي هذه السجدة بعد الصلاة، يعني بعد ما يسلم يسجد قضاء لتلك السجدة التي نسيها، لاحظتم؟ وثم بعد ذلك بعد هذه السجدة يسجد أيضا سجدتي سهو، فيصير المجموع شنو؟ ثلاث سجدات، سجدة قضاء وسجدتان
للساهو. صار معلوم؟ هذا فيه حكم خاص، دليل خاص. وكذا يخرج عن الحكم بالبطلان ما لو كان المنسي سجدة واحدة، فله أن يقضيها بعد الصلاة ويتبعها بسجدتي السهو، يعني يلحق بها سجدتي السهو، وذلك للدليل الخاص غير قاعدة لا تعاد. ومنه صحيح إسماعيل بن جابر، هذا الدليل صحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية، يعني يسأل الإمام أنه هالحالة شنو الحكم، في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، تذكر وهو قائم في حالة القيام أنه ماذا؟ لم يسجد، ما أدى سجدة، السجدة الثانية يعني، السجدة الأولى أداها. قال عليه السلام جواب الحكم: فليسجد ما لم يركع، لأنه شنو؟ ما فات محل تدارك ونقصت سجدة، يروح يرجع يؤدي السجدة الثانية ويقوم، وبعدين عليه سجدتي سهو آخر شيء، هذا خوف معلوم. فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي على صلاته. فليمضي فعل أمر فتحذف الياء آخر شيء، لا تكتب فليمضي، لا فليمضي، يعني خلي ضاد واحدة وكسرة، فليمضي على صلاته حتى يسلم، يكمل صلاته إلى أن يسلم، ثم يسجدها فإنها قضاء، يعني ثم يسجد السجدة المنسية الواحدة فإنها ماذا؟ قضاء. وطبعا عليه بعد ذلك سجدتها سهو لهذه النقيصة. هذا تمام الكلام في قاعدة لا تعاد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.